What's up? How you guys doing? You know me? No, you don't. You see my picture in the paper? No, you didn't. No, you didn't. نعرف ان هناك ألف طريقة وطريقة المساجين يهربون الجوالات موبايلز إلى داخل سجون أمريكا ولكن شلون يشحنون الجوال؟ معضلة كبيرة يعني أوكي تصرفوا وهربوا الجوال دخلوه داخل السجن بألف طريقة وطريقة ولكن كيف يشحنون الجوال؟ بالنهاية لا في بلاكات ولا في شاحن ولا شيء من هذا القبيل فما هو الحل؟ الأمثل طريقة لشحن الجوالات داخل السجون هي صناعة الشاحن from scratch from scratch معناته من الصفر المعطيات الموجودة عندك والمساجين فعلا اذكى وادهى البشر، صح هم في السجن، صح ان طاحوا عليهم ولكن ما زالت الملكه هذه متوفره عندهم. شلون يشحنون الجوال؟ هناك الف طريقه وطريقه ولكن الطريقه المثلى صناعه الشاحن. والمعطيات سهله للغايه، متوفره داخل السجن. اللي يبونه يأخذون اللزاق من الاوفيس ستيشن تحت أي ذريعة كانت hey, excuse me officer I need some tape man Why you need tape أو oh, عندي رسالة وانشقت الورقة بحط عليها تيب أوكي بوم هذا التيب القلم هذا على أساس إنه يخبون فيه التيب القلم هذا ينبع في الكانتين. 50 سنت سران راب السران راب هذا يا جماعة الخير يعطونا إياه بعض الاحيان في وجبه الطعام خاصة هذول الناس اللي فيهم سكري يعطونهم خبز معين ويغطونه فيه ما في شيء ينقط بالزبالة داخل سجون أمريكا إلا المسجون بعد ما خاصه وماته يقطونه في ال... هذا اللي عندهم الدايت ناخذ منهم السرارة بطاريات دبل أي باتريز دبل أي بارز تنباع في الكانتين. أمريكا كابيتالزم كل شيء موجود كل شيء ينباع. سيور. السيور هذه يعطونا إياها في الكانتين لما تشتري مايونيز ولا تشتري كاتشب ولا ماسترد. السجان اللي يشتغل ما له خلق يقعد يقول لك أوكي تبي؟ خمسين. ما له خلق يقعد عيد واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست يعطيك خمسين. قبل لا يفتحون الشباك هو أوريدي كل عشرة حاطهم سير. كل عشرة رابط بسيارة تقول له ابي 40 ياخذ له اربع ربطات يعطيك اياهم تقول له ابي 50 اربع خمسة ربطات يعطيك اياهم السير هذا يحتفظ فيه ريزر بليد ريزر بليد حتى 2014 على الاقل داخل سجون امريكا لازم تحلق يوميا ولا تعتبر مخالف تخيل انك ما تقدر تروح حق الـ تشاو هول، ما تقدر تروح للطعام. اذا جاك الضابط وقال لك ليش مو حالق؟ ارجع العنبر. ريزر بليد يعطونا اياه مرتين بالاسبوع. المفروض ان نرجعهم. ولكن دهاء المساجين ما يرجعونهم. دائما هناك عذر ويخبونه. 8 1⁄2 باي 11. ورق الـ 8 1⁄2 باي 11. ينباع في الكانتين وهذا أصعب شيء الواحد ممكن يحصل عليه ولكن يحصل عليه والسبب المساجين لما يروحون للتشابل لما يروحون للتشابل للتعبد لما ما يشوفون الضباط والشرطة يروح صوب المسجلات ويخلع واير. هذه المعطيات ريزر بليد بطاريات عشان يشحنون يفرغون الشحنات منها ويحطونها في الجوال سيور لزاق بالاوفيس ستيشن سيران راب العمليه سهله للغايه خلوني اوريكم اول شيء يسوونه السالب والموجب والموجب والسالب مع اللزاق يستعملوا اللزاق عشان يثبتوا البطاريات الموجب السالب والسالب الموجب بعدين يجيبون الاوراق الايت باي ان ال 8 and a 11 اللي احنا نسميه A4 الحين شو يسوون؟ ياخذون الواير يحتاجون الى وايرين واحد للموجب وواحد للسالب وهذه المعطيات اسنانك اصابعك ريزر بليد ولا شيء اخر. لا تقول والله يبدا الرفيج ولا تشلابتين اسهل لك ما في داخل سجون امريكا تشلابتين. وانت بارد المسجون has nothing بات time يخلي واحد من ربعه ينتبه حق الحراس وهو ياخذ راحته على الاخر سواء في الزنزانه تو مان سيل او في العنبر المفتوح هذاك يقول اي 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 اوفيس از كامن مان بوليس از كامن مان بوليس از كامن أوه يا أوه يا أوه يا 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 بوليس كامن يا واتس اب اوفيس هاي دو مان واتس جوين اون يا يا مان يا مان اي 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 اوفيس سو وي جونا هاف يارد تو دي اوفيس وي جونا هاف يارد نا نا نو يا اوكي بعد ما يمشي الشرطي يفتح المصنع مرة ثانية ويشتغل ترى وصل إلى الوايرات اللي يحتاجها عشان يستعمل ها ويسوي شاحن من البطاريات Hey, 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 check this out. The police coming, man? What, man? The police coming? Hey, man, go see where the police going, bro. Just go see what the police doing, man. You crazy, man. Don't watch me, man. Watch the road, man. Watch the road, bro. It's crazy, man. You watching me. Why are you watching me for, man? Watch the police, man. It's crazy. What are you doing? What the, what the police doing, man? Oh, you not doing nothing? Okay. you watching me. Please, you watch me, man. Watch the road. Hey, 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 Trey G. Trey G. Hey, hey, Trey G. Let me have coffee with you, man. and need some coffee, okay? بعد ما يخلص يجهز الوايرات يبدا بالعمل الحين لازم يغلف البطاريات ويخليها ون باك يستعملون اربع بطاريات عاديه دبل اي يقول اي 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 انت بتستعمل التليفون اعطيك استعمل التليفون 15 دقيقه روح الكانتين جيب اربع دبل اي اوكي اربع لك اربع لي هذا يقول اوكي في ناس فاتحينها تجاره تران الحين يدور الموس الموس هذا يا جماعه يبون البليد نفسه اساس يوصل الموجب والسالب من اسفل البطاريات الاربعه حاضرين للطيبين دير بالك دير بالك دير بالك على الاخر تجرح نفسك تقعد تدمم يجي الضابط يقول لك ليش فيك دم تهاوش متعارك قاعد تحاول تصنع سكينه تحاول تسوي شاحن قاعد تطلع الريزر بليت تبي تحت يفتشونك يقطونك انفرادي ما تقدر تقول له والله كنت قاعد العب كره سله وطحت <applause> علينا الكلام هذا علي. تران واخيرا حصلنا على الموس حذاري 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 تودي نفسك بداهية ها ريسايكلين اعاده تدوير كل شيء توفر داخل السجن ما يعطونك الشاحن ممنوع انطحوا عليك صكوك 60 يوم انفرادي خذوا كل حسن سير السلوك مالك ما يعطونك الشاحن ممنوع ولكن يعطونك كل شيء اخر من خلاله تصنع الشاحن ناس طيبين قوي ناس طيبين قوي وصلنا الريزر بليدز عشان يوصل الكهرباء الحين وصل الوايرات <applause> Don't try this at home. You don't need this at home. Okay. Alhine, who dies? Best baggy, it's the Hey, 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 go see what the police doing, man. Hey, man, what the hell you doing, bro? I said, go see what the police doing, bro. Okay, you know what? No phone for you, man. I ain't let you use this no motherfucker, bro. You ain't gonna use this phone, man. you watching me. Stop watching me, bro. It's crazy, bro. What's the matter with you? you <laughs> smart, man. Huh? انا اسمعت دود ها؟ ها؟ ايدي انت هاكي؟ pull this over، huh? I'm good like that man, I'm good like that. اينشتاين. الحين التغليف يغلفونه على الراحه. كل هذا عشان يسوون شاحن يشحنون الجوال. ولكن للبعض الجوال مصدر رزق سواء كان رئيس عصابه ولا غيره اللي يبيع مخدرات يبي يكلم اهله يقول لهم اي مان هذا فلان بيجيب لكم المخدرات الفلانيه الساعه الفلانيه تعالوا ما بابا 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 تعالوا وقت الزياره بابا 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 خزنوها بابا 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 صنفوق فوق في بابا 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 لا 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 لا. يا ري يا ري يا يا بعض يتامر يقول اوكي فلان ابيك تذبح فلان فلان ابيك تطعم فلان او يكلمون بعض كل واحد بسجن ايش قاعد تسوون؟ شلون السجل اللي عندكم؟ آه انت بالانفرادي؟ اوه اوكي. <applause> الحين يجي دور السيور. ليش ما يلزقون كل شيء وخلاص؟ لان ممكن يصير تفتيش عام، ممكن يصير شيء يبطلونه على السريع وخلاص. ولما المفتشين يمشون يعيدون تركيبه، السالفة ما تاخذ لها سبع دقائق. اسمع ما. تران شاحن ميد ان بريزن يشحنون فيه الجوال، يجيبون الجوال الصغير يفتحونه من ورا ويعلقون كل واير بطرف الموجب والسالب. وخلونا ساعتين ثلاثة كل الشحنات الكهربائية داخل البطاريات هذه تدخل في الموبايل يستعملون الموبايل ساعة ساعتين متواصلة حاضرين للطيبين الحين السؤال يطرح نفسه أحيانا لما يصير تفتيش المسجون ما وده يتخلى ولا وده انه يخسر هذا شو يسوي بالحاله هذه؟ اللي عنده جوال عاده عنده واحد يسمونه هولد داون مان هولد داون مان معناته هذا المسجون وظيفته ياخذ الممنوعات ويخزنها عند حالة الطوارئ إذا دخلوا السجانة فجأة هذا يطلع ويحذف عليه وهذا يمسك يلف بسرعة يخزن وما هي المعطيات عشان يكون ضد الماي، وهنا يأتي دور السران رعب أحيانا هذا يتكلم بالتلفون رئيس عصابة رجل عصابة مخ تاجر مخدرات يخلص ما راح يتكلم الحين بعد ساعتين ثلاثه يتوقع انه ما راح يجيسه، يعطيه حق الهول داون إيه؟ مان. آه. هذاك يستلمه ويقوم بالواجب. يقلب الشيء هذا الى ضد الماي. واتر بروف. لانه رايح مكان كله كله سوائل. اني <applause> anyway. باحكام وعلى الراحة <ترجمة> <applause> اوكي ضد الماي الان الهول دام مان او تاجر المخدرات نفسه جاهز انه يخزن هذا في امن منطقة في سجون امريكا في جسده لعلك تتساءل دام يا البحري

وهكذا يصنع الشاحن وهكذا يخزن الشاحن في أأمن مكان في سجون أمريكا كتاب ألف ليلة حبس انفرادي هو الجزء الثاني لكتابي خلف الأسلاك الشائكة تخيل ليس فقط أنت في أعنف سجون الولايات المتحدة بل أيضا في الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن الألف ليلة ولكن على الرغم من المصاعب وعلى الرغم من المحن والظروف الصعبه الا اني استطعت ان ادون قصتي بالكامل ومحلبي في الحبس الانفرادي في الولايات المتحده الامريكيه في كتابي الف ليله حبس انفرادي اعدك يا عزيزي القارئ ان بدات في قراءه هذا الكتاب لن تستطيع التوقف من شده الاكشن What is that?